خلينا نروح لحاجة جميلة شوية، وهي حزب الوفد. مش طبعا ماليش دعوة بيمامة، بس أنا ليا بقى دعوة دلوقتي. النهاردة عايز أتكلم مع الناس عن كبير العائلة الوفدية، الدكتور، يمكن أنا وأنت ممكن تكون شهادتنا مجروحة فيه، طبعا الدكتور سيد البدوي شحاتة. محدش يعرف موضوع شحاتة ده. احنا نعرفه طبعا، إحنا حافظين نعرفه اسمه كويس رباعي جدا. يعني أنا ودكتور عطوان بصراحة شهادتنا فعلا مجروحة في الدكتور سيد البدوي، هذا الرجل السياسي الكبير وكبير العائلة الوفدية. يمكن في جانب في حياة الدكتور سيد البدوي ناس كتير جدا ما تعرفوش، وهو الجانب الإنساني في التعاملات. الراجل ده ابن مدينة طنطا، محافظة الغربية، رجل يعني تخرج من كلية الصيدلة جامعة اسكندرية 1973، رجل أعمال، سياسي مصري، كان طبعا رئيس مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحياة، وأيضا على المستوى رجال الأعمال كان بيمتلك شركة سيجما للصناعات الدوائية، أو كان العضو المنتدب تحديدا في شركة سيجما للصناعات الدوائية. واحد من الناس اللي هو على المستوى الإنساني له مشاريع إنسانية واجتماعية كثيرة جدا جدا يشهد ليها القاصي والداني في محافظة الغربية، وتحديدا في مدينة طنطا في شارع الحلو وهذه المنطقة الجميلة. الرجل له مشاريع خيرية كثيرة جدا، مش عايز اتكلم عنه كتير طبعا، لان يعني الرجل له تاريخه وكذا في العمل السياسي والعمل الاعلامي والعمل الاجتماعي. ولكن في الاخير النهارده كان حزب الوفد بيقيم حفل تأبين لام الوفديين، وطبعا كان رموز الحزب الراحلين كانوا ايضا لهم نصيب من هذا التكريم، وشهد الحفل وكان هناك استقبال حافل وكبير للدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الاسبق في مقر الحزب. عاصرت هذا الرجل كثيرا، لفيت معاه تقريبا محافظات مصر كلها في مقرات حزب الوفد، اللي كان الوفديين دائما وابدا ما يحبوش ان مقر حزب الوفد ده يبقى مكان متأجر او كده، تخش تحس بالعراقة. رحت اي محافظة فيها مقر الحزب الوفد بيمتلكوا المقر، بيحبوش ان حد يبقى مش ما يأجروش، لا الوفد بثقله وتاريخه يمتلك المقر. تروح تلاقي ناس جميلة كده، ناس وفديين جمال أعمارهم، يمتلكوا من الخبرة الطويلة في العمل السياسي، تتناقش تتحاور تخرج بمكتسبات كبيرة جدا من أي حوار ومن أي نقاش. يمكن يمامة بيضيع تاريخ كبير للوفد، يمامة بيسيء إلى نفسه أولا، وبيجر حزب الوفد العريق بالقامات الكبيرة دي لمراحل وحشة جدا. نتمنى ان حزب الوفد يتخلص منها الايام القادمة. الدكتور ايمن نور كتب تغريدة عن هذا الحفل وقال استقبال حافل لكبير العائلة الوفدية الدكتور السيد البدوي في مقر الوفد بيت الأمة على هامش حفل الوفاء والتأبين للراحلة الصديقة والزميلة العزيزة الأستاذة مواهب عبد العزيز الشرباجي رئيسة المرأة بالوفد ونجلة الراحل الوفدي والوطني الكبير نقيب محامين مصر. صحيح احمد، طبعا ربنا يرحم الاستاذ مواهب الشوربجي، وايضا هي يعني اتقدم لاسره الوفد الصحفيه بخالص التعازي لوفاه الزميل والصديق العزيز الزميل عاطف دابس مدير مكتب الوفد بالغربيه. هي استاذ عاطف رحمه الله عز وجل كان زميلا لعشرات السنوات، زملته هي صحفيا، وكان كالعاده كان يعني مهذبا، و وطبعا أعزي الأسرة الصحفية بالغربية جميعا لوفاته. ربنا يرحمه ويرحم الأستاذ مواهب الشوربجي ويتقبلهم في الصالحين. الحقيقة يعني زي ما قلت لحضراتكم، احنا في النهاية القامات السياسية والخبرات السياسية الموجودة القديمة أو الموجودة الآن، زي ما بيقولوا مثل شعبي كده بس مش عايز أقوله، ربما يفهم على غير محمله، مش عارف عرفت ايه من ايه، يعني حاجه زي كده، يعني ما عرفتش ايه لما جه ايه يعني. فاحنا عرفنا قيمه الدكتور السيد البدوي وقامته وعظمته السياسيه وحب الناس ليه داخل الوفد او خارجها، من بعد ما شفنا السيد يمامه وما يفعله الان السيد يمامه في حزب الوفد. عشان كده شوفوا حضراتكم حتى الوفديين كيف انهم استقبلوه امام بيت الامه، امام الحزب، وهذا اعتقد وحده يقول لك ازاي ان انت الناس مهما كان يعني حتى لو اعتزت الحياه السياسيه او بعدت او قعدت في بيتها او
او حتى لم تشارك الان، يبقى ما فعلته داخل وسطها السياسي او داخل الحياه العامه باقي في نفوس الناس المحترمه. أجمل حاجة في الفيديو ده إن أنا شفت الدكتور سيد في الفيديو، لأن أنا فعلا هو وحشني جدا، أنا ما شفتوش بقالي فترة كبيرة طبعا. أنا وأنت تزاملنا في قناة الحياة وشرفنا إن إحنا عملنا في هذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة. صحيح. والراجل ده بجد يعني كان وحشني، فأنا مبسوط إن أنا شفته إن هو بيتحرك وهذا الاستقبال الجميل. يعني عشنا معاه فترة داخل العمل السياسي في الغربية، وكان سكرتير عام حزب الوفد. صحيح. بالمحافظة، وكان قاعد أحد الأعضاء البارزين في لجنة التنسيق بين النقابات المهنية والأحزاب السياسية، كنت أنا أحد أعضائها. مظبوط. وكنت أحد المباركين له أول ما فاز بحزب الوفد مباشرة يعني. بس حين لما شفت الأستاذ الآن أنا حسيت إن الأيام جرت. أيوة. والسنوات عبرت، وبدأ برضو شيء من يعني زي بيقولوا من السن يجر علينا، ما هو هيبقى دائما وأبدا له حظوة. بس أنت ما خدتش بالك ينفع دكتور سيد البدوي بقامته الكبيرة يبقى واقف جنب يماما؟ يعني شفت الزمن في 2024 يخلي يماما يقف جنب قامه كبيره وقامات كبيره واقفه في هذه الصوره؟ ما هو برضه بجوار دكتور سيد البدوي يكون اكثر الما لو قلت لك هل ده ينفع يكون مكان فؤاد باشا سراج الدين؟ والله مكان هو مكان الان اللي قاعد فيه يعني يماما، ما كل حاجه تقزمت في هذا الوقت يعني. صحيح. ما دي حاجه يعني مفارقات غريبه. انا والله لو عندي امنيه بتمناها من ربنا ان حزب الوفد العريق الكبير بقامته السياسيه يرجع تاني كما كان. هم قادرين على فكره يا احمد، ان شاء الله قادرين، هم يعودون على كده. وشباب الوفد تحديدا على فكره لهم مواقف جميله جدا ورائعه جدا، واعتقد ان يعني اعتقد ان يمامه بعد كل ما فعلوا من الاعتداء على اللائحه والاعتداء على الاعضاء و مالوش مكان بقى الفتره الجايه، وما فعلوا طبعا في تمثيليه مشاركه في تمثيل الهزليه لرئاسه الجمهوريه، اعتقد في تغيير قادم يعني.